السلام عليكم إخوان أعضاء نادي الشطرنج المغربي والمتابعين، نحاول ندير واحد التغطية لهذه الجولة الثامنة هذه أولمبياد الصين، ونشوفوا الأداء ديال اللاعبين المغاربة ديالنا فيها كيفاش داير، ونحاول نشوفوا إلا فهمنا الأفكار ولا شنو لعبوا ولا شنو كيتلعب، ونحاول نناقشوا بعضياتنا لما لا نستافدوا جميع. اللي عنده شي أفكار ولا شي حاجة يشرح لينا، وحنا اساسا حنا غنحاولوا نديروا داكشي اللي فهمناه حتى حنا في هاد المقابلات هادو. يعني نشوفوا نبداو بالمقابله الاولى، الطاوله الاولى عندنا كيكو كيلاعب الاخ تيسير. المقابله بدات نقلت 1 اي 4، رد عليه الاخ تيسير سي 5، نايت اف 3، تي 6، D4، سي برون تي، كافالي برون تي، كافالي اف 6، كافالي سي 3، اسيس فو او 3. يعني هنا بحال كان الابيض تيعرض على الاسود يلعب نقله اي 5 باش معاه في هذا السيستم هذا اللي كيتسمى الدفاع الانجليزي او انجليش اتاك. ولكن الاختيسير قرر يدير جوج النبض، كنظن هاد النقلة هادي مزيانة، كدير جس النبض للخصم تشوف شنو باغي. الخصم رجع للور، الاختيسير رجع ونيكو رجع لهنا. كان الاختيسير يقدر يدير تاهو جس النبض ويشوف جي ام شنو باغي يلعب، نورمالمون كيجي لهنا كنظن كان غيجيه لهنايا باش ما يلعبش التعادل، يعني بحال قلتي كيجسو النبض ديال الخصم. لكن الاختيسير قرر انه يلعب او 6، بغى يبين للخصم انه هو مستعد يقاتل تنظن، يعني ما بغاش يلعب على التعادل ولا شي حاجه. يعني بحال قلتي هذه معركه نفسيه اكثر ما هي تقنيه، حيت هاد النقلات معروفه كاينه او 6 كاينه او 5. كنظن او 5 هي اللي ولات كتلعب دابا بزاف، ولكن حتى او 6 ما بيهاش. نقله ممتازه، يعني كيشد هاد الخانه هذه الحصان، ونقلة انتظارية ما تيبينش النوايا ديالو، واش غيمشي هنا ولا غيمشي هنا ولا غيمشي هنا. يعني نقلة انتظارية وكيشوف الخصم شنو غيلعب. فؤوسات كنظن هي النقلة الأولى بالنسبة لهذا الافتتاح. نقلة اف 4، يعني هنا الخصم بين النوايا ديالو الهجومية، عندنا اف 4 وباقي تيقول واش غادي يدير تبييت او غيلعب دام دي 2 ولا دام دي 3، يدير تبييت طويل. يعني هنا بحال الخصم تيشوف لادفيرسير شنو موجد، كيخلي الاحتمالات ديالو كامله مفتوحه. دام سي 7 عرفتو شي النقله الاولى هنايا في هاد الشجره الافتتاح، ولكن كاينه كافاليا كاينه بي 5. كنظن يمكن اد اف 4 هادي غالبا كيقابلها بي 5، ولكن واش في هاد الوضعيه ولا ما عرفتش. نشوفو الشجره ديال التفريعات هنا، ماشي مشكل نشوفو الشجرة ديال التفريعات، ولكن ما غاديش نشوفو رونجان. اف 4 فعلا الاختيسير لعب النقلة الاولى اللي كيقترح الشجرة ديال الافتتاح. هنا كاين تبييت كاين جيكات كاين بزاف ديال النقلات ديال الابيض صراحة. هو مشى في الجيكات، يعني ابيض باغي يلعب مقابلة اغريسيف باغي يربح. كافالي سي 6 نقلة ما ملعوباش بزاف، يعني كاين مقابلات قليلة فيها. كيدفع عليه سي نورمال، الرجوع للوراء ما كاينش احتمالات بزاف، ما يقدرش يجي لهنايا الفوشات تاع الخانة هادي، وما عندها حتى شي معنى يرجع للوراء. الخصم تيسود هنايا الهجوم ديالو كي باش يقول للخصم ان الى اون فوا غاتروكي هنايا راني قريب. بي 5 يعني تا تيسير فهم ان الخصم ما غاديش يبيع تقصير، واخا باقي هاد الاحتمال باقي عنده صراحه، دونك تيحاول يربح شويه ديال الوقت هنايا و ميم طو كيليبيري الفو. كنظن كافالي برون كتاخد هنا دام دي 5،
النقلة اللي ملعوبة في الشجرة هنايا في هذا اللقاء هذا هو التبييت، يعني هو اللقاء اللي ملعوب. كل أخ تيسير قرر يلعب لا تور هنايا، لا تور جيويت باش يحمل بيدق، راح تاخذها فيها 10 دقائق باش يلعب هذه النقلة هذه. يعني الأخ تيسير بحال باغي يلعب مقابلة طويلة الأمد ويشوف، حيت صراحة التبييت ما كيبان شوية صعيب في هذه الوضعية هذه، سيرتو البياض واصلين وما كاينش كونتر جو رابيد هنايا، وحتى الملك هنايا ما كاينش شي طريقة الاقتحام. دابا الخصم حدد موقع الملك ديالو، اختي سير حتى هو جا لهنايا حما هاد البيض غير ما عرفتش واش كيوجد A5 او لا. شوفوا الخصم شنو لعب، الخصم لعب طبعا يمكن استباقية لهاد جوج نقلات هادي، ولكن كتبقى فكرة واردة. النقلة التوربي نقلة صراحة ما فهمتهاش، عرفت ليش لعبها هنا، انا كنفضل هاد الخطة هادي مباشرة ونخلي الفويل النقالة ديالو، ولكن غنشوفو شنو يقدر يكون باغي يجي هنايا ربما، ولكن ما عادش النقلة صراحة ما فهمتهاش.